أنا عاوز أقول إن الناس موجوعة، وإن الأسعار بقت نار، وإن الأوضاع بقت صعبة. خلينا نقول إن أول حاجة مطلوبة دلوقتي هي استعادة ثقة المواطن في اقتصاد بلده. عايزين وجوه جديدة تكلم الناس، تدي ثقة للناس. أنا أريد تصريح للدكتور أشرف العربي اللي هو كان وزير التخطيط الأسبق وراح الكويت، ولما قالوا له تعالى عشان تبقى رئيس المعهد التخطيط القومي ما تراجعش وجه، وهو من الناس النزيهة. لما قرأ له الساعات القليلة الماضية أظن كان ندوة في المجمع العلمي، قال فيها إيه؟ قال إن الأزمة الاقتصادية اللي بتعيشها مصر حاليا أحد أسبابها هو تأجيل الإصلاحات الهيكلية، بالرغم من امتلاك مصر لمفاتيح الخروج منها. ولما يقول دكتور أشرف علينا البدء فورا في تنفيذ ما تركناه من إصلاحات لعقود، إن احنا نستعين بالكفاءات العالية ونضع معايير للمحاسبة والمساءلة، هل حد يقول له انت بتقول اي كلام؟ ما ينفعش. لما يقول انه الدولة بدأت بمجموعة من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تبني سياسات قصيرة الاجل وعن طريق اجراءات عاجلة للتخفيف من اثار الازمات الحالية وخطط متوسطة الاجل عشان تعزز قدرة الاقتصاد على الصمود، هل حد يقدر يشكك في كلامه؟ ولما يقول ان الاقتصاد المصري بيحتاج لتحديد التوجه، توجه الدولة، توجه تنموي، توجه الاولويات، دور القطاع الخاص، وحدة الموازنة، ضبط اسواق العمل والنمو السكاني، حسم حدود المركزية واللا مركزية، وان البطء في تحقيق الامور دي هيزيد من تكلفة وما تتكبده الدولة، وانه التواجد الاستراتيجي ومتطلباته بمختلف وجوهه فيما يتعلق بعلاج الازمات قصيرة المدى زي التضخم، زي سعر الصرف، زي فجوات التمويل، زي الادخار، زي الاستثمار، زي التجارة، كل ده كلام مهم من واحد من رجال الدولة المصرية، من رجل بيرأس دلوقتي المعهد القومي للتخطيط. طب نقول ايه ونسأل الحكومة ليه؟ هتقول لنا ايه؟ ليه ده ما تعملش؟ ليه ده ما تمش؟ على كل حال زي ما بقول نختلف في التوجهات، ننتقد زي ما احنا عايزين، لكن لا يجب الاختلاف على البلد، على الوطن اللي لو راح مش هيرجع تاني. وانا عايزكم مجددا وكل يوم وكل لحظة تبصوا في الخريطة اللي حوالينا، كله ضايع، مشاكل وحروب وإرهاب، ولا أمن ولا معيشة ولا استقرار. وفي مقابل كده أمريكا وبريطانيا قاعدين في المنطقة بالأساطير، وكل تهديدات وضربات وحروب بتتوسع، والكاسب الوحيد من كل ده إسرائيل. 2013 أمريكا حركت أسطولها العسكري بعد سقوط الإخوان، لكن الشعب المصري، ودي ميزة عظيمة، وقف، وقف خلف جيشه، وقف خلف القائد العام عبد الفتاح السيسي، وقال احنا مع الجيش ومع السيسي. والراجل ده خلى أمريكا تلم نفسها. النهاردة لو حصل حاجة وطلعت الناس فجأة مدفوعة بأوضاع اقتصادية واجتماعية، والله أمريكا وإسرائيل هياخدوها حجة ويدخلوا سينا على طول، هيخشوا حرب معانا. دي فرصة للتدخل عشان ننقذ الشعب المصري، هيقولك عشان ننقذ الشعب المصري، ويبتدوا ينفذوا مخطط التهجير القسري. واشرب بقى، اقعد ابكي على اللبن المسكوب براحتك، زي ما حصل
بعد 25 يناير البلد كادت تخرب لولا وقفة الجيش والشرطة والناس الواعية من الشعب المصري. شفنا وجوه كالحة، شفنا خيانات، شفنا ناس بتحرق المجمع العلمي، شفنا ناس بتحرق المؤسسات، شفنا محاولة لإسقاط الدولة، فما بالك لو ده حصل تاني؟ ساعتها هنقعد على جنبه ونغني ظلموه. اوعوا يا مصريين تسمعوا كلام الخونة بتوع بره وبتوع جوه. والله والله البلد دي لو حصل لها حاجة عمرها ما هترجع تاني. عارفين ليه؟ لان اللي هيخربوها المرة دي هدفهم يحرقوها ويدخلوا البيوت وينهبوها ويسلبوا ويغتصبوا النساء. بلطجية قاعدين والخونة قاعدين، شايفين اللي حاصل في السودان؟ ساعتها هيكون الموضوع اكبر واخطر. انا ما بخوفش ولا بلاقي حجة، انا بقول الواقع. الكلام ده قلته بعد 25 يناير، وقلته في زمن الاخوان، وقلته بعد الاخوان، وبقوله دلوقتي. مش عايز منك حاجة ولا عايزك تديني نشان، انا عايز بلدي، انا عايز اضمن احفادي يتربوا في البلد دي مش في حتة تانية. والله لو حصل شيء ما هنلاقي حتى لقمة العيش الحاف. وكمان عايز اقول موضوع مش هيقتصر على مصر، لو حصل حاجة للبلد دي لا قدر الله مش هتقف عند مصر، كله هيشرب من الكاس وكله هيدفع الثمن. ولازم نعرف ان مليارات الدولارات اللي بتتصرف عشان ده يحصل، وخطط امريكا واسرائيل الواضحة، والانقسامات اللي حاصلة، والحروب الاهلية في كل بلداننا، كل ده هيكون مؤشر خطر وتمهيد لما يمكن ان يحدث. حروب الطاحنة اللي موجودة في بلادنا العربية لها انعكاسات خطيرة علينا جميعا، قد تأخذنا إلى مساحة أخرى تانية خالص. الانقسامات اللي حاصلة، الموت والدمار اللي احنا بنسمع عنه في كل لحظة وفي كل وقت، وبنقعد بيننا وبين نفسنا نقول ربنا حمى مصر. الخونة اللي عايزة تيجي تنط على الحكم ظنهم انه هيبقى في حكم، والله ما هيبقى في حكم ولا في دولة. انقسامات وحروب أهلية للصبح. عشان كده الكل عينه على البلد دي، عشان كده بيحاصروها وبيشنوا ضدنا حروب اقتصادية، بيشنوا ضدنا إشاعات وأكاذيب، وللأسف بيساعد عليها بعض الموترين وبعض أصحاب الأموال اللي أهم لهم إلا التشكيك في البلد، قاعدين على الفيس وتويتر ليل ونهار يشككوا في مصر ويشيعوا اليأس بين الناس. ونفس الأمر بالنسبة لبعض الإعلاميين، الدولار وصل كذا، الدولار هيبقى كذا، البلد دخل كذا، البلد خربت كذا. وانتوا عايزين ايه؟ عايزين ايه بالظبط؟ احنا عارفين مصير البلد دي هيكون ايه اذا ما انهارت، وعارفين مصيركم انكم هتنطوا من المركب وتسافروا تتمتعوا بفلوسكم برا، ومعاكم جوازات ومعاكم اقامات ومعاكم ومعاكم ومعاكم. مصر خلتكم تعملوا كتير، مليارات الدولارات، وتصبحوا من أغنى أغنياء العالم. الحرب الاقتصادية دي مقصودة. شوفوا التقارير اللي بتطلع، زي ما قلت تقرير مودز واللي حصل، والمستشارين اللي جابوهم من الأمن القومي الأمريكي عشان يحضروا مع مودز ويقولهم إياكم وإسرائيل، مصر زي ما انتوا عايزين، طلعوا التقارير اللي انتوا عايزينها، لكن اياكم واسرائيل. لكل ذلك الحقيقة انا بقول لشعبنا العربي في مصر، وبقول لكل امتنا العربية، لازم نحرص الفترة القادمة. الاساطيل موجودة، حملات الطائرات موجودة، الحجج موجودة، اسرائيل على الحدود، التهجير على الحدود، المؤامرة باينة من كل ملامحها. يا عمي ده خسائر اقتصادية إسرائيلية تفجع العين. ومع ذلك يا أخي ما فيش
مفيش منظمه من منظمات التمويل الدوليه ولا منظمات العالميه دي، موديز ولا ساندر ولا غيره ولا غيره، طلعت قالت حاجه.